باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء ما خاب سيدي من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. موضوعنا في الليالي الماضية للزوار المكانة وحاضرين باختصار شديد، موضوعنا في الليالي الماضية كان الآتي: زائر الحسين لما يأتي لزيارة الحسين هو في محضر النور، في محضر النور، وزيارة الحسين هو خروج من الظلمات إلى النور. وآل البيت في القرآن واحد، في السنة الثابتة عند الفريقين اثنين، في الأدعية والزيارات ثلاثة، هم نور الله. هسه أني صاعي الليلة الخامسة، فقط آل البيت نور في القرآن، بعدني ما وصلت للسنة والزيارات والأدعية، هاي كنا نوصلها إن شاء الله تعالى، والله التفتوا لي أرجوكم. وطبعا هاي الخمس ليالي آل البيت في القرآن بآية واحدة فقط، اختارينا آية من شبكة آيات، منظومة آيات، احنا اختارينا آية من شبكة آيات، وهي قول الله تعالى: الله نور، باعتبارها في كتب الشيعة وغير الشيعة قالوا في النبي وآله الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات، الأئمة قالوا فاطمة، وهكذا الزجاجة والكوكب، والأئمة عليهم السلام يقول نور على نور، بعدين يقول هذا النور في بيوت أدين الله، بعدين يقول يا أبا هذا النور رجال لا تلهيهم تجارة، بالآيات المتسلسلة في سورة النور. فإنت لما تجي لهنا جاي للنور، النور في بيوت أذنة، هذا هو أصل موضوعي، انتبهوا لي رجاء. خوب، طبعا هسه هذا جرنا إلى أبحاث كثيرة، أنه هو المسلم يحتاج يخرج من الظلمات للنور، يخرج يو بس الكافر ظلمات الكفر، قلنا لا، الظلمات مرة تطلق على الكفر، مرة تطلق على الجهل، مرة تطلق على الفسق، فالخروج منها قسم منا يشمل المسلمين، الخروج من الجهل والخروج من الفسق يشمل المسلمين، أما الخروج من الكفر والشرك ذاك لغيرهم. فثلاث مراتب أقوى للخروج من الظلمات إلى النور، ولهذا تشوفون القرآن مرة يقول تخرج الناس بشكل عام من ظلمات الكفر، مرة يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم، هذا خروج الذين آمنوا، والذين آمنوا يخرجون من أي ظلمات؟ ظلمات الجهل، من خلال المعصوم أنا مدينة العلم وعلي، أو من خلال الفسق، ظلمات الفسق إلى نور الطاعة، هذا يشمل حتى المسلمين، بل يشمل حتى أتباع آل البيت يخرجون من جهل إلى المعرفة، من الفسق إلى الطاعة، هذا بالنتيجة يشمل حتى باوعولي أرجوكم ابقوا ياي باوعولي، هذا يشمل حتى الشيعة، يشمل حتى بعض الشيعة اللي مثلا ما عنده طاعة أو ما عنده علم، من خلال هؤلاء يحصل نور بالنتيجة، هؤلاء نور، انت جاي في محضر النور. أعداؤهم لقينا في القرآن مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما ذهب الله بنورهم وتركهم، نار أعداؤهم الله مثلهم، المنافقين مثلهم بالنار، هم بالنور، النار زائلة ذهب الله بنورهم، أما النار باقية مستمرة دائمة، بدليل أنه حتى بالآخرة يسعى نورهم، يوم يقول المنافقون الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، حتى بالآخرة نور مو بس بالدنيا، أما المنافقين بالدنيا انقطعت نارهم ونور نارهم، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات، بعدين صم بكم عم، بالدنيا ذولا انقطعوا، أما آل البيت بالآخرة انظرونا نقتبس من نوركم. في آية أخرى يسعى نورهم، يسعى، وهذا جرنا إلى بحث آخر إذا الإخوة يتذكرون، ما أدري سيكون الأخوة سلام حال،
هذا همجرنا إلى بحث آخر أنه هاي المادة في القرآن شنو، واكتشفنا أن لهذه المادة محاور ثلاثة في القرآن الكريم: سعي في الدنيا للدنيا، قلنا على قسمين في القصص وغير القصص، يأتينك سعيا في القصص في الدنيا للدنيا، وغير القصص سعى في خرابها للمساجد أو يسعون في الأرض فسادا، سعي في الدنيا للدنيا. واكتشفنا أكو في القرآن محور ثاني: سعي في الدنيا للآخرة، للآخرة. واكتشفنا أن هذا يرتبط بالنبي وآله في القرآن: من أراد الآخرة، بلعولي أرجوكم، من أراد شنو؟ الدنيا والآخرة، الآخرة، وسعى لها شنو؟ شوف، سعى، سعى، سعى لها سعيها للآخرة وهو مؤمن، وهو شنو؟ القرآن الكريم يقول ذولا سعيهم شنو يكون؟ مشكورة. أحسنت، يكون سعيهم مشكورة. قلت لكم لما بحثنا في القرآن عن السعي المشكور لقيناه بسورة الإنسان: للذين أطعموا الطعام. إخواني أكو قضية خلوني أقول لكم إياها، إذا لكم خلق تسمعوني، أكو قضية أخرى خلوني أقول لكم إياها. أكو في القرآن ناس طلبوا الطعام، شنو؟ طلبوا الطعام. وأكو في القرآن ناس بذلوا الطعام. أكو ناس طلبوا وأكو ناس شنو؟ بذلوا. ما أدري، فرق بين الاثنين أو مو فرق؟ فرق. الذين طلبوا في سورة المائدة، والذين بذلوا وأعطوا في سورة الإنسان. انتبه لي، الذين طلبوا الطعام قالوا لعيسى، قالوا له: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا ما نموت؟ قال: اتقوا الله. شنو هل يستطيع ربك؟ السؤال غلط. شنو هل يستطيع ربك؟ الله قادر على كل شيء. هل يستطيع ربك شنو؟ هاي معناها الحواريين عندكم مشكلة بالمعرفة، معرفتكم بالله أكو بيها مشكلة. وإلا هل يستطيع ربك، لو لم تكن هناك مشكلة بالمعرفة ما تسألون السؤال. قولوا: يا عيسى اطلب من الله أن ينزل علينا مائدة. هل يستطيع ربك؟ قال: اتقوا الله. سؤال غلط. معرفتكم بالله بيها مشكلة. ولهذا حواري الحسين يوم العاشر أعظم درجة من حواري عيسى. حواريو الحسين معرفتهم كانت أعظم من حواري عيسى. حواري عيسى على سفرة 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 قالوا: هل يستطيع ربك؟ سؤالهم كان غلط. أما حواريو الحسين قال، يقول لواحد منهم يقول: لو قتلت ثم أحرقت ثم أحييت ثم قتلت ثم أحرقت ثم نسفت وفعل بذلك 70 مرة ما تركتك أبا عبد الله، كيف والموتة واحدة؟ شكره الحسين. حواري الحسين كان فيهم الفقيه حبيب. الفقيه حبيب ما موجود في حواري عيسى أبدا أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. حواري الحسين أعظم وأعظم وأعظم حتى ينقطع النفس. والله لا أعلم أصحابا أبر وأوفى من أصحابي أبدا. أبر، يقول الحسين أبر، أبر، مقام البر مو مقام سهل في ثقافة القرآن. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها. إن مقام البر تصوروا سهل أبدا؟ لو كان سهلا لما قال الحق فيه في القرآن: لن تنالوا البر حتى تنفقوا من، لن تنالوا البر. لو كان البر سهلا ما يقولهم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لو كان سهلا كل واحد هم يحصل البر، بس لأن البر صعب قال عنه الحق: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انتبه لي. والإنفاق مرة يكون إنفاق مال، مرة يكون إنفاق جاه، مرة يكون إنفاق نفس. والجود بالنفس أقصى غاية الجود، جود النفس أعظم من غيره. هؤلاء أنفقوا أنفسهم،
أصحاب الحسين، حواريو الحسين أعظم من حواري عيسى. حواريو عيسى على سفرة قالوا هل يستطيع ربك؟ السؤال كان غلط، قال اتقوا الله، سؤالكم غلط. الطريف هم ما يعني شوفوا الطريف هم لما قالهم عيسى شو يسوون بالمائدة؟ شو يسوون بها؟ قالوا له واحد، بس أنا الآيات ما حافظهن، أقول مضمونهن أنتوا راجعوهن. قالوا له واحد نريد نأكل، اثنين تطمئن قلوبنا. يعني طلبوا المائدة، يعني طلبوا المائدة لأمر يو لأمرين. إخواني جاوبوني، إيه لأمرين. الأمر الأول مادي يأكلون، والأمر الثاني معنوي تطمئن قلوبهم. يردون تطمئن شنو؟ قلوبهم. فمعنوي، والأول يأكلون شنو؟ مادي. بس وهاي مشكلة معرفية أخرى وقع فيها الحواريون، هاي مشكلة معرفية أخرى، أنهم قدموا الأمر المادي على الأمر المعنوي، مع أن الأمر المعنوي مقدم على الأمر المادي. قالوا له نريد ناكل تطمئن قلوبنا، كان المفروض يقولون تطمئن قلوبنا وشنو؟ ونأكل. ولهذا ألفت نظركم، والله أرجوكم التفتوا لي، ولهذا ألفت نظركم عيسى لما طلب من الله المائدة، هم طلبوا من عيسى، وعيسى طلب منين؟ طلب من الله. ويقول لك التوسل والشفاعة والتوسط إلى الله شرك. التكفير يقول لك إذا توسط أحد بينك وبين الله التكافر مشرك. آخر خو الحواريون راحوا قبل الله يوسطوا عيسى، ها؟ وسطوا عيسى، خوي ليش ما مثل ما يقول الوهابي قبل الله؟ الآن التكفير يقول قبل الله. خلي أكتب مائدة. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك، أول شيء أكو مشكلة، هل يستطيع ربك أكو مشكلة، أن ينزل علينا مائدة؟ إذ قالوا يا عيسى، أو إذ قال الحواريون يا عيسى هل يستطيع ربك، وعيسى طلب، فهم وسطوا عيسى. زين الشيعة لما يوسطون النبي ولا أما ليش كفر وشرك؟ ليش كفر وشرك؟ زين لو كان توسط، لو كان توسيط عيسى شرك وكفر، عيسى كان يطلب من الله لو يقولهم مشركين كفر عنده طلبوا. شو الآيات تقول عيسى طلب، ما قالهم كفر مشركين، روافض، ما قالهم روافض، طلب. يعني عيسى قبل توسيطه، يعني عيسى قبل أن يكون واسطة بين الله وبين الحواريين، ما رفض. ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك يا محمد فاستغفروا الله، أي عندك، واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هاي واسطة يوم مو واسطة. زين ايش معنى بس الشيعة ما يصير؟ ايش معنى؟ هل يستغفر الله من السماء؟ قال اتقوا الله. سؤال بمشكلة معرفية، إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، فقدموا الأكل وثنوا بشنو؟ ها؟ باطمئنان القلوب. يعني طلبوا أمر مادي وطلبوا أمر شنو؟ معنوي. بس المشكلة قدموا المادي على المعنوي، وهذا هذه مشكلة معرفية أخرى كان يعاني منها الحواريون. انتبه لي. أما عيسى العالم العارف النبي، شوف لما طلب من الله المائدة شلون طلب، شوف الفرق بين طلب العبد اللي ما عنده علم بمستوى مطلوب وبين العبد العالم. زين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا، ونعلم أن قد شنو؟ صدقتنا. أسألكم بالله، حواريو الحسين طلبوا ذلك من الحسين؟ قالوا له سوي لنا فد كرامة فد معجزة حتى نعرف أنت على حق أبا عبد الله وأنت صادق ويانا. قالوا له للحسين؟ ها؟
لو كانوا على يقين كامل بسيد الشهداء. حواري الحسين أعظم من حواري عيسى. حواريو عيسى طلبوا، حواريو الحسين أعطوا، والإعطاء أعظم من الطلب. التفت لي، انتبه لي، خوف. ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا. يعني عيسى لما طلب المائدة طلبها أيضا لسببين، سبب مادي وسبب شنو؟ معنوي. ولكن فرق طلب عيسى عن طلب الحواريون أنه قدم المعنوي على المادي. قال المائدة أولا نريدها عيد، وهذا أمر معنوي بتكريم. اثنين آية منك علامة، وهذا هم أمر معنوي. ثلاثة ارزقنا مادي، حتى ذولا يأكلون، الحواريين يأكلون. فهو طلب ما أرادوه، ولكن شنو قدم؟ خلى سلم الأولويات دقيق، خلى سلم الأولويات بالتقديم والتأخير دقيق، فقدم المعنوي على المادي. أقول أسانا شنو جابني على هذا الموضوع؟ جابني أنه في سورة الإنسان أهل البيت عليهم السلام الله يقولهم: وكان سعيكم مشكورا. هذا اللي سعي الدنيا للآخرة. طبعا حكي هواي، ما أدري شنو أقول شنو أترك، والله العظيم يعني. يا إخوان، أبحاث القرآن انفجارية، بركانية، ترسانية، جحفلية، انشطارية، والله ما جيت أعبر. عبر أنت شنو ببالك عنوان قوله، ما عندي مشكلة. عجيب القرآن الكريم. هسه مرة في آية يقول: من أراد الآخرة وسعى كذا لها سعيها وهو كذا، بعدين يقول: سعيهم مشكورة. آل البيت يقولهم ولما يطعمون الطعام: وكان سعيكم مشكورة. فعرفنا أصحاب السعي المشكور في تلك الآية في سورة الإسراء هي في سورة الإنسان آل البيت. في سورة أخرى يقول، يتكلم القرآن الكريم يقول: لسعيها راضية. لسعيها شنو؟ راضية في جنة عالية. ما أدري هي الجنة درجة أو درجات، ها؟ درجات. الجنة قسم أو أقسام؟ أقسام. جنة لو جنات؟ جنة. القرآن الكريم مرة يقول جنة، هذا قسم. أنتوا وياي لو عايفيني، صدق وياي كلش كلش يعني متفتيني. القرآن الكريم مرة يقول جنة، انتبهني. هسا إن لم تخن الذاكرة، مثل الجنة التي كذا، هسا ما ذكر الآية. مثل الجنة التي وعد يمكن بها المتقون، ايه. مثل الجنة، شوف جنة. القرآن الكريم مرة شي يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. صار جنتيا. القرآن الكريم مرة يقول: جنات تجري من تحتها، صار جنات. يعني مرة مفرد، مرة شنو تثنية، مرة شنو جمع. زين، هذا من اللي ينطوه جنة؟ من اللي ينطوه ولمن خاف مقام ربه جنتان؟ من اللي ينطوه جنات؟ صار كم قسم لحد الآن؟ ثلاثة. تصور كم منه؟ لا، أكو قسم رابع. هذا ما أعطي في القرآن، لم يعطى. أتحداك إذا لقيته في مورد آخر في القرآن، استقراء تام لآيات القرآن كامل. هذا لم يعطى في القرآن إلا للحسين: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي شنو؟ جنتي. مو جنة، جنتي.
يعني الله نسب الجنة إلى نفسه. أتحدى كل من يسمعني أن يجد في القرآن مورداً آخر نسبت فيه الجنة إلى الله كهذا المورد. هذا المورد خص الله به الحسين، لا توجد آية في القرآن. فباشر إن شاء الله موجود، إذا لقيتها جيب لي إياها، حاسبني قول لي إيش قاعد تقول بروسنا على المنبر، شو هاي آية؟ روح دور الليل، إذا لقيت أنا بكرة أمامك. لن تجد موردا آخر في القرآن نسبت فيه الجنة إلى الله كقوله جنتي، إلا في آية الحسين قال ادخلي جنتي. هسا هاي يا جنة اللي الله بس بآية الحسين يسبها النفس، أي جنة ما أدري، ما شو مدرين شو مدرين إخواني. كلام طويل ما أعرف شنو أقول، شنو في الساعة هم تركض ولا الحكي هم حلو حقيقة، هواي حلو يعني ما ينمل. أقول لكم قضية في زيارة الحسين الواردة في أهم مصادر الشيعة، أهم مصادر الشيعة هاي الزيارة اللي بيها هاي العبارة يعني واردة بالكافي، وأهم مصدر روائي عند الشيعة هو شنو؟ هو الكافي 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 الشيخ الكليني وما أدراك ما الكافي، أعظم مصدر روائي عند أتباع آل البيت هو الكافي الشريف بأصوله وفروعه وروضته. لثقة الإسلام الكليني رحمة الله عليه، شيخ الحديث الكليني، باوع لي الزيارة واردة بالكافي، بها فقرة هكذا تقول: أشهد أن دمك، الإمام الصادق يشهد، أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش. يقول له أشهد أن دمك سكن، والله انتبه لي باوع لي، باوع لي، مصير الأنبياء بدمهم ولحمهم وجلدهم وعظمهم وروحهم هي الخلد. يعني النبي لما يموت وين يروح؟ ما حيجاوب، للخلد. النبي لما يروح لما يموت وين يروح؟ النبي لما يقتل كيحيى وكزكريا والد يحيى وين يرحون؟ للخلد، يرحون للخلد. سيد الشهداء الإمام يقول له دمك في الخلد، دمك زين، روحه أين؟ إذا كان دمه في الخلد روحه أين؟ الله يقول في جنتي، وين جنتك؟ ما ندري، ما أدرينا، ما ندري، ما أدرينا. صار كم قسم للجنة هسه؟ ها؟ أربعة صار، أربعة، جنة وجنتان وجنات وجنتي، أربعة. هسه هذا الكلام على شنو جبته؟ لسعيها راضية في جنة عالية. هسه عالية وين يعني عالية؟ زين، هي من هي لسعيها راضية اللي تكون في جنة عالية؟ من هي اللي لسعيها راضية في سورة الدهر الإنسان: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فيظهر أنه لسعيها راضية هي النفس المطمئنة الراضية المرضية في جنة عالية. هي وين؟ في جنتي في سورة الإنسان، في جنتي بهاي السورة الأخرى عالية، لأنه لسعيها راضية والنفس الراضية المرضية هي المطمئنة، والمطمئنة هي نفس الحسين في سورة الفجر. ما قدرت أوصل الفكرة يوم ما قدرت، قدرت؟ هذا تنظير جديد، فهم جديد للآيات القرآنية،
مأخوذ من روايات آل البيت عليهم السلام، التفتوا له حتى تعرفون أنتم هذا اللي تزوروه من هو. من هو؟ من زار الحسين عارفا. شنو عارفا؟ خلنا نعرف. من زار الحسين عارفا، شنو عارفا؟ كلام كثير مولانا، كلام كثير، واكو اسرار اعمق واخطر واثقل وادهى. انا كل ليله اقول لم نعرف شيئا من آل البيت، لم نعرف شيئا، بعدنا باول الطريق. اصلا باول الطريق هم ممشينا احنا، بعدنا كل شيء. ما بس اكو نافذ نقطه ثانيه هم خلونا اقول لكم اياها. اكو ناس في القران طلبوا الطعام، طلبوا المائده، وطلبهم كان بيه عده مشاكل. بينت بعضها قبل قليل، طلبهم كان بيه عده مشاكل. الطريف مع كل هاي المشاكل، لما نزلت المائدة قبل نزولها عيسى يقول خلي يوم نزول المائدة آية منك، علامة على عظمتك. يعني يصير هذا اليوم اللي نزلت به المائدة يوم من أيامك، والقرآن الكريم يقول لذكرهم بأيام الله. انتبهني، مو فقط آية منك، يقول له خلي اليوم تنزل به المائدة، طلبوها الجماعة، يكون يوم عيد لأولهم وشنو ولآخرهم، يكون عيد وآية. هذا يوم الحواريون طلبوا بمائدة، طلبوا مائدة، رادوا سفرة يأكلون منها، هم يأكلون هم تطمئن قلوبهم لما يأكلون. هذه في سورة الإنسان آل البيت مو طلبوا عيني، آل البيت ويطعمون الطعام على حبه، يطعمون مو طلبوا، ينطون. الحواريون طلبوا مائدة، آل البيت أعطوا موائد. المائدة الأولى يطعمون الطعام على حبه شنو؟ مسكينا، والمائدة الثانية يتيما، والمائدة الثالثة أسيرا. زين إذا كان يوم طلب المائدة يوم عيد، يوم إعطاء الموائد شيكون؟ واحد، اثنين، إذا كان يوم طلب المائدة آية من آيات الله، يوم إعطاء الموائد شو يكون؟ شنو يكون؟ هسه من التفاتاتها بسورة الإنسان الدقيقة جدا، الدقيقة جدا، من التفاتات، من دقائق بل رقائق سورة الإنسان، سورة آل البيت عليهم السلام ويطعمون، من دقائق وحقائق ورقائق هذه السورة أنهم أطعموا الطعام فسقاهم الله أنواع الشراب. أنهم شنو؟ أنهم أطعموا الطعام فشنو؟ فسقاهم الله أنواع الشراب. هاي أمامكم سورة الإنسان، خل نعدد أنا وياكم. مثلا بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها شنو؟ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها لا كافورا. زنجبيلها بعدين، كافورا هذا الشراب الأول. اثنين، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها، هاي الشراب الثاني. ثلاثة، يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، هاي الشراب شنو؟ ثالث. أربعة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. هم يطعمون الطعام بنفس السورة أنطاهم أربع أنواع شراب. طبعا مو بس ذني الأربعة، خمسة يقول شلون آنية كذا آني كذا كانت قوارير، قوارير من فضة
ها هاي الآنية خمسة أطعموا ثلاث موائد فأعطوا من قبل الحق تعالى شنو؟ خمس أنواع شراب. زين ليش خمسة؟ لأنهم شنو؟ خمسة، لأنهم خمسة سلام الله عليه، فأعطوا خمسة أنواع شراب. هكذا يتعامل القرآن مع آل البيت. احنا كيف نتعامل معهم؟ كيف نتعامل معهم؟ فهسه صار سعي دنيا دنيا، سعي دنيا للآخرة. منو أصحابه؟ سادته آل البيت بالتفصيل البينته، أنه من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن جزاؤه كذا مشكورة. لما بحثنا بالإنسان لقينا منو ذول أصحاب هاي الآية وكان سعيكم مشكورة. لقينا في سورة ثالثة لسعيها راضية في جنة عالية، لسعيها راضية هي صاحبة النفس المطمئنة الراضية المرضية، وفي جنة عالية هي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا هم المحور الثاني دنيا آخرة، سعي دنيا للآخرة. المحور الثالث سعي في الآخرة، سعي في الآخرة، سعي في الآخرة. هذا شنو؟ هذه آيات الكريمة لقيت في آيتين، لقيت في شنو؟ ها؟ في آيتين. الآية الأولى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بين أيديهم وجوههم وبأيمانهم. هو هسه ليش ها انا هم اكو كلام، انا هم اكو كلام هسه ليش بين أيديهم وبأيمانهم؟ ما فكرتم بذلك؟ انا اكو عندي حكي هواي. بين أيديهم وبأيمانهم. الآية الأخرى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، علي وأولاده، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. يعني في آيتين القرآن الكريم يقول نور النبي وآله في القيامة يسعى، ويسعى بشكل خاص بين أيديهم وشنو؟ وبأيمانهم. هسه ليش بين أيديهم؟ يعني قبالهم، بين أيديهم قبالهم وبأيمانهم. ليش؟ شمائلهم ماكو؟ أجبالكم هذا الشيء؟ فكرتوا بي في يوم؟ هو بين أيديهم قبالهم يعني وبأيمانهم النور يروح عن يمينهم. زين عن شمالهم ليش ماكو؟ هسه أقول لكم ليش، هسه أقول لكم. لا تستعجل، جوابك صحيح، جوابك خوش التفات، بارك الله بك. الآن أقول لكم ليش إخواني. التقسيم الطبيعي للناس، طبعا الوقت بدأ يداهمني، بس هاي فد نكتة حلوة ما أريد أحرمكم منها، حرمات أحرمكم منها، خلوني أقولها. التقسيم الطبيعي للناس ينقسمون قسمين أو ثلاثة، والله قسمين. التقسيم الطبيعي، الطبيعي أنا أدري ليش قلت ثلاثة، أدري أنا أدري ليش قلت ثلاثة، لأن التقسيم القرآني شو يقول؟ ثلاثة، أنا أدري. بس من دون التقسيم القرآني، حق باطل، هدى ضلال، علم جهل، ثنائي، جنة. يعني يا أخوان الناس يوم القيامة وين تروح؟ ها؟ جنة ونار. فالتقسيم شو يكون؟ ثنائي. لكن القرآن الكريم يقول وكنتم أزواجا ثلاث. زين ثلاثة شنو؟ هي لو جنة يو نار. أزواجا ثلاثة شنو؟ يقول لا، هو الطبيعي ثنائي، بس لأجل الأنبياء والأئمة سوينا ثلاثي. الأنبياء والأئمة وخصوصا نبينا والأئمة الطاهرين اللي هم سادة حتى الأنبياء، ذولا كون نحفظ خصوصيتهم،
فقال كنتم أزواجا ثلاث، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، يقول اليمين، وأصحاب المشأمة ما أصحاب الشمال بعد، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فصار يمين وشمال وسابقون. السابقون أنبياء أئمة اللي هم مقربون، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين، مقرب أنبياء أئمة على رأسهم النبي وآله، ذول أخوهم بالجنة، بس يقول ما أخليهم يا أصحاب اليمين، لأن ذول أكون نحفظهم النبي يقول نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد، لا يقاس. فالقرآن الكريم يقول ذول أكون نعزلهم وبحدهم، نحفظ خصوصيتهم مكانتهم، السابقون السابقون. وأصحاب الميمنة اللي تبعوا السابقين تبعوهم، وأصحاب المشأمة والشمال اللي شنو ما تبعوهم وصاروا ضدهم. يوم القيامة النبي وآل يسعى نورهم بين أيديهم، خو باعتبارهم سابقين وهم يمشون بنورهم، وبعد وبأيمانهم الشيعتهم ينطون نور شيعتهم، أصحاب المشأمة والشمال أعداؤهم يطوهم نور. ولهذا بينت قبل كم ليلة أنه يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، انطوا نور للشمال شوية، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ماكو الشمال ماكو نور، النور أمامنا احنا السابقين، ويميننا شيعتنا، منافقين منافقات ليس لهم نور، فأهل الشمال ما ينطوهم نور، ما ينطوهم نور. ولهذا القرآن لما يتكلم عن نور النبي وآله في القيامة اللي يسعى يقول أمام يمين شمال منافقين منافقات كفرة مشركين ظلام، إذا أخرج يده لم يكد يراها، بل إذا لحوا المنافقين والمنافقات إذا لحوا يردون نور، القرآن الكريم يقول فضرب بينهم بسور، بينهم بين من؟ بين النبي وآله وبين أعدائهم، فضرب بينهم بسور. هسه هذا السور نفس الأعراف، وعلى الأعراف رجال وغيره، أنا أكو كلام، أنا أكو كلام، ترك الوقت، نريد نخلي حصة للرثاء لا بأس بها. المقصود أنتم الآن في محضر النور، وإذا بقيتم مع النور ستكونوا في القيامة بمحضر النور، لأن النبي وآل النبي نورهم يوم القيامة يسعى عن أيمانهم، وإحنا إذا بقينا على خطهم من أصحاب الميمنة إن شاء الله تعالى، فنحصل نور، نحصل نور. هذا إذا بقينا وصمدنا واستقامينا ومشينا إلى آخر الخط، والاستقامة مو أمر هين بكل صراحة أقول لكم، الموضوع صعب جدا، صعب جدا، كون نطلب من الله تعالى أن يرزقنا الاستقامة والتثبيت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت والاستمرار. الاستقامة تحتاج تسديد من الله وشغل على النفس وتهذيب للنفس، حسن العاقبة مو سهلة أيها الإخوة، مو سهلة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هي 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 هي. ثم استقاموا، ثم استقاموا، استقامة مو سهلة، مو سهلة، موسى نحتاج دعاء وتسديد، ترك معصية، إقبال على الطاعة، تهذيب للنفس الأمارة، تبديلها إلى نفس لوامة، تقوية اللوامة على الأمارة، والوصول إلى المطمئنة من خلال تهذيب النفس قد أفلح من زكاها. هذا كله يساعد في حسن العاقبة، أكل مال الحلال، ترك الحرام، مال الحرام وغيره، وربا وغيره، ورشاوة وأخذ حق الناس،
ترك الظلم، ترك الظلم، ظلم النفس أولا، وظلم البيت الزوجة والأطفال ثانيا، وظلم المجتمع ثالثا، وظلم الناس بشكل عام وهو المجتمع يعني رابعا. هذا كله يساعد على حسن العاقبة، وعكسه يساعد على سوء العاقبة. قضية مو سهلة هاي. القصة اللي ذكروها خطبائنا، راح وقتي بس هاي دقيقة واحدة واروح للمصيبة. القصة اللي ذكروها خطبائنا دائما على المنبر، سعد لما مات النبي كان يمشي على أطراف أصابع الشيعة، قالوا له ليش تمشي على أطراف أصابعك؟ قال لهم حتى ما زاحم الملائكة، يعني ايش قد حاضرة ملائكة بتشيعة واي. لما والنبي خلاله كذا قميص كذا إلى آخره، أمه قالت له هنيئا لك الجنة، هنيئا لك، شنو هالنعمة اللي حصلتها؟ قالها لا تحتميه على الله يا أم سعد، لا تحتميه على الله، لا تحتمين شيء على الله. قالت لها يا رسول الله، قالها القبر ضمه ضم الآن، كسر ضلوعا، ضمه القبر ضمه. قالت له ليش يا رسول الله؟ قالها كان طبعا هو مع حسن عاقبة، بس هاي تصفية البرزخ، حتى بالقيامة ما عنده شيء، وإلا الرجل أصحاب حسن العاقبة يعني، بس تصفية، هاي تصفية، أكو تصفية ما قبل الموت وأكو تصفية البرزخ، تصفية. قالها كان سيء الخلق مع أهله في البيت، ويا زوجته ويا أطفاله أخلاقه شنو؟ سيء، مو أخلاقه حسنة. هاي سوء خلقه مع زوجته وأطفاله، هاي نتيجته. حكي مو سهل يعني، إيش قد نحتاج نرتب رواحنا، نهذب أنفسنا، نعدل وضعنا، واي محتاجين شغل يا إخوان، واي محتاجين شغل، واي محتاجين شغل. الله يرحمنا ويرحمكم ويعيننا على أنفسنا وأنفسكم، وجاه محمد وآله الطاهرين. أكتفي بذلك. من أهم سفن النجاة اللي تحصل عليها على تحصل منها على الاستقامة هو الحسين، هو الحسين، هو الحسين أبو السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وخصوصا التفاعل مع الحسين ورزية الحسين والبكاء على الحسين والتفجع لمصيبة الحسين. هذا اللي يستنكف وما يتفاعل، اغسل ايدك منه، اغسل ايدك منه. هو اكثر من النبي وابن عباس كتب الخاص والعام، يوم العاشر يشوف النبي اشعث، اغبر، اشعث، ملابسه كلها تراب، وجهه تراب، عمامته تراب. قال له شبيك يا صاحب الوقار والسكينه، ايش صاير وضعك مو طبيعي؟ يقول قال لي أو في غفلة أنت يا ابن عباس؟ تشبيك غافل أنت؟ قلت له خير. قال لي قتل الحسين يا ابن عباس، قتل الحسين، حسين قتلوه يا ابن عباس، شلون ما أكون أشعث؟ محمد أشعث، أنا وياك شو نسوي؟ هذا أبو السجاد سلام الله عليه. هسه يجيني واحد يخاف على شخصيته، خب كيف شريد منا أنا؟ كيف لا يخاف؟ أئمتنا قالوا العلويات لطمنا الخدود يوم عاشوراء، لطمنا الخدود على الحسين. دعبن يقول أفاطم، يقول إذا لطمت الخد يا فاطمة، الضربين خدك يا فاطمة. الإمام الرضا ما قال له لا يا دعبن ما يصير، لا، الإمام الرضا قال له قف يا دعبن، أوقف لا تكمل. قال له ها؟ قال انتظرني شوية، انتظرني، انتظر، شو تريد؟ قال انتظر. صاح الغلام قال له تعال يا غلام، أريدك تسوي لنا ستار بنص البراني، سوي لنا ستار. خلفت ستار، قطعة قماش. صاح تعالا يا بنات رسول الله تعالا. هذا دعبن ناظم قصيدة على جتشن الحسين، أريد أن تبكي على الحسين. يقولوا خلى العلويات يدخلن برا البردة بالبراني. قال لي عيد أفاطم دعبن. يقول عدت لأفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات، إذا للطمت الخدة. يقول سمعت علوية من العلويات الصيح وأبتاح وحسيناح. الرضا ما قالها للصيحين، قام يبكي، صاحت وأبتاح وحسيناح.
حسين هذا في زيارة الناحية ولطمت عليك الحور العين. انت بعمرك شايف جنة بيها لطم؟ الجنة فرح يوم العاشر صارت لطم. ولطمت عليك الحور العين، الإمام المهدي يقول له الحور قام تلطم يوم العاشر، الجنة صارت عزاء يوم العاشر. يا أبا عبد الله سوى الحسين في زيارة الناحية وبكتك الحيتان في البحار. يا أبا عبد الله حتى الحيتان بكت عليك، يا أبا عبد الله طير بكت عليك، السماء بكت، الأرض بكت، حقها يا أبا عبد الله، والله حقها يا أبا عبد الله. تدرون أعداء بكوا؟ تدرون يوم ما تدرون تدرون واحد من أعدائه هسه أنا قصة علي الأكبر كون أقرأها مفصلا أظلمها ذاك يحكي بيها، يعني ما أقرأها بغير ليلة، بس إيش خل أقول بسرعة. تدرون واحد من أعداء الحسين لما شاف الحسين إجا علي الأكبر دمعة عينه قالوا له ليش دمعة عينك؟ قال لهم كسر قلب الحسين، والله كسر قلب. قالوا له شلون كسر قلبك؟ قال لهم شوفوا ايش قاعد يسوي يا ابنه، لما انجلت الغبره كان تراب، لقوا الحسين نايم هو ووليده على الارض، شابقه ونايم، شابقه ووليده ونايم، وهو ينادي ولدي علي وليدي حبيبي على الدنيا بعدك العفا ابني. فقد الولد يوجع القلب، هو يوجع القلب، الابن تربيه تكبره ويروح قلبه يقوم يوجعك عليه. الحسين قلبه أذى على وليده يصيح على الدنيا بعدك العفا. زينب قالت لابن سوان أنا راح أطلع من الخيمة. ليش زينب؟ قالت له الحسين راح يموت على الأكبر. هاي نومة الحسين، ما الواحد يريد يموت روحه تريد تطلع. أخويا عرفاني أعرف أخويا، فكون أطلع شغلة عن وليده شغلة ليموت على وليده. فطلعت زينب من الخيمة تصيح وا علي وا ابن أخيه، هيك تصيح زينب. سمعها قام ترك وليده، قالها زينب مش طلعت من الخيمة؟ أما تعلمين أن خدرك أعز علي من ولدي علي. أنت شوف المصيبة ما بين وليده وخدر أخته. إيش صار بقلبك يا أبا عبد الله يوم العاشر؟ الله يلعن بني أمية من أوله من آخره. إيش سووا بيك يا أبا عبد الله دولة بيوم العاشر؟ المهم أخذ أخيته ورجعها ورجع لوليده راد يشيله ما قدر. ليش ما قدر؟ كلما حمل منه شلوا سقط الآخر. والله شلون حكي هذا؟ مو مال واحد يشك ثوبه على المنبر من يحكي هذا الحكي، شلون حكي هذا؟ فما قدر يشيله، باوع البني هاشم. صاح حسين هاشم وين خل تحضر، يا عباس احضر شيلة الأكبر يا أخو. عمي اكو واحد بيكم قلبه ما انكسر؟ قلولي. الحسين اللي كسر قلب الحجر ما يكسر قلبه وقلبك؟ الحسين اللي خلى الحجر يمشي. صاح حسين هاشم وين خل تحضر، هو هنا أنا واقف هنا أنا والمخيم هناك، فيصيح اجوا يركضون، اجوا يركضون، هاشم وين خل تحضر، يا اخويا يا عباس احضر شيلة الاكبر، يا بشيلة الأكبر أنا وحدي على شيل الولد ما أقدر. ها تأذى قلبك على الحسين؟ جيبوا ياكم فراش حتى نجمع بالفراش، ما تقدرون تشيلوه. يا عباس احضر شيلة الأكبر أنا وحدي على شيل الولد ما أقدر، شيل الولد يا بالولد، يا ويل الولد ما اقدر، اخاف ان بين يدي الولد يطشى، يا ما اخاف انا اخاف انا اخاف ان بين يدي الولد يطشى.
احرق لي قلبك على الحسين، احرق لي قلبك على الحسين، ارجع لي قلبك للحسين. جاء لقاه انا قاعد، سلام الله عليك، قاعد على وليده. قام حسين يضرب ايده بيده ويخضب شيبته من دم وريده. لقوا لحيته حمرا، وجهه احمر، شبيك ابا عبد الله، ملطخ وجهه من دم الاكبر، ويخضب شيبته من دم وريده. يا ناس ابو محتار يا بجثه وليده، يريد ويالي المخيم يعيد، عمته تنتظر وامه تريد، صعبه الوالده تبقى وحيده. اي والله صعبه صعبه يا با، صعبه الوالده تبقى وحيده وحيده، بالخيمه ونونه شديده، تصيح على ولدي، على وليدي. شالوه مولانا وراحوا للمخيم، هالطريق هذا، هالطريق راحوا للمخيم يركضون بيل علي الأكبر، جابوه خلوه بالخيمة، ليلى قالت الزينب سيدتي زينب، نعم، قالت لها الحسين بالخيمة، نعم يا وليدة، قالت لها ما يخالف أدخل ويا الحسين، بعد زوجته هي، أرد أدخل يعني أما أرد أبكي على وليدي. زينب قالت له خلي اشوف الحسين شنو يقول، قالت له تتأذن ابا عبد الله لليلى؟ قالها تتأذى، قالت تريد تشوف ابنها، اذن لها الحسين. دخلت شافت الولد مقطع وابوه قاعد يمه، الحسين بس شاف ليلى قالها ليلى اثار الولد ما يفرح رباه، أدار الولد ما يفرح رباهم، رباهم نكبرهم يجي الموت وخذاهم، أدار الولد ما يفرح رباهم، نكبرهم يجي الموت وخذاهم، وعيوننا تبقى وراهم. قعدت يم هذا بيت الدعاء، دمع الليلة أكو بمجلسنا، يا أبا عبد الله نظرة يا حبيبي يا حسين، لأجل علي الأكبر مو لأجل وجوهنا، وجوهنا كلها ذنوب وآثام ومعاصي يا أبا عبد الله، ما تسوى وجوهنا تباوع لها، لأجل وجه علي الأكبر يا أبا عبد الله. المهم قعدت يمه ليلى تقول لا يا ابني، يا ابني علي، يا ابني علي، يا ابني علي، يا حلو الشباب، يا ابني شلون اشوفك مخضب بذيض التراب، مخضب بدار التراب، شلون اطب دارك يا يمه، لا سؤال ولا جواب، شلون اطب دارك يا يمه، يا يمه، يا يمه، لا سؤال ولا جواب، علي يا حلو الشباب، يا قصير العمر يا ابني علي، يا حلو الشباب، وليدي يا حلو الشباب، شلون اطب دارك يا يمه، ولا سؤال ولا جواب. إلهي بمحمد وآل محمد عجل فرج مولانا يا الله، واجعلنا من خدامي من المستشهدين تحت لوائه، صل على محمد وآل محمد، واقض حوائجنا يا الله، اشف مرضانا لا سيما المنظورين منهم يا الله، يسر أمورنا يا الله، اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنغار، بمحمد وآله الأطهار يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحم أمواتنا يا الله. إلى أمواتكم، أموات شيعة أمير المؤمنين علمائنا الماضين خدام الحسين، نهدي إلى الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.